يستقبل النادي جالاكسي البوتسواني على ملعب فرانسيس تاون ستاديوم ببوتسوانا خصمه اليوم شباب بلوزديد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. مباراة اليوم سوف تلعب في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر والساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش. منقول على قناة بين سبورت 3 الناقل الحصري لهذه المباراة. سوف تجدون البث المباشر للمباراة في صندوق الوصف. لا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة، وأيضا شاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. هل فريق الشباب بالوزداد قادر أن يتجاوز نظير الجالاكسي في هذه المباراة؟ وبالفعل نتمنى الحظ الموفق لفريقنا الجزائري شباب بالوزداد والحصول على النقطة الثلاثة الغالية في هذه الموجة القوية، ونتمنى لكم فرجة ممتعة ونلتقي معكم في موعد قادم.